أهلا بكم من جديد، نحن وأنتم ظلال الأصيل. تحيات الصحة والعافية لهذا الصوت الندي والصوت الذي يكتنف الشجن والحلاوة، ياسر تمتام الذي أجرى عملية وهو طريح الفراش الأبيض في هذه الأيام. نسأل الله أن يمن عليه بثوب الصحة والعافية، وتحايا الصحة والعافية لكم أنتم أيضا. نتواصل في ظلال الأصيل، لعل الدولة ككل ومجلس السيادة قد أطلق في الأيام الماضية حملة تعنى بمحاربة المخدرات وضرورة التوعية، كذلك يقع العاتق الكبير والدور الأكبر على مؤسسات الدولة ككل وعلى الأفراد المسؤولية المجتمعية، تحتم على الجميع أن يقوم بدوره تجاه قضايا المخدرات. للحديث أكثر حول التوعية بقضايا المخدرات وضرورة أن يعرف الأفراد والأسر ككل خطر المخدرات، أسعد بأن أرحب بضيفتي داخل الأستوديو نبراس عبد الباقي حسين القانونية، حبايبك عشرة منورانا في أستوديو ظلال الأصيل. مرحبا بكم كثير، وسعيدة جدا أكون معكم اليوم في برنامجكم وأتكلم عن موضوع بالخطورة دي وبالحجم ده، بالتحديد بعد التفاصيل الكثيرة ظهرت في المجتمع مؤخرا، وبتمنى إنه الحلقة تكون اليوم مفيدة للمجتمع، وأتمنى أقدر يعني أكون مع الناس خفيفة الظل ويقدروا يعني يستمتعوا بالحلقة اليوم، وشكرا لكم مجددا. مرحبا بك نبراس. خلينا نبدأ بتعريف المخدرات. أيوة. كيف بتعرفوا أنتم كقانونيين وتعريفه المعروف عندك؟ طبعا يعني في تعريف كثير جدا، بس من ضمن التعريف إنه المخدرات هي عبارة عن مواد تسمم الجسم والجسد وتؤدي إلى الإدمان. أيا كان اختلاف التعريف كلها حتتفق في المعنى ده في الآخر. طيب، التعامل من الناحية القانونية مع المروج والمتعاطي للمخدرات كيف بيتم التعامل؟ طبعا في فرق كبير، لأنه المتعاطي هو يعني بيشكل الضرر لذاته، أما المروج فبتكون مشكلة بتاعت مجتمع، وبدل يكون مؤثر على شخص واحد من المجتمع على فرد كمتعاطي، بتكون المشكلة على 5 أو 6 أو 7 أنفار، عشان كده الخطورة بتكون أكبر. وطبعا نظرة القانون حسب العقوبة والمادة القانونية مختلفة تماما، وحنتكلم عنها إن شاء الله. جميل. طيب بالنسبة للمتعاطي ده كان عمره أقل من 18 سنة، كيف القانون بيتعامل معه؟ والله يعني في كل الأحوال ومهما كان السن القانوني بالنسبة للمتعاطي، فالعقوبة هي نفس العقوبة، ذات العقوبة تحت المادة 20 من قانون المخدرات، إلا إذا كان يعني مشكلة واحدة بس، ممكن قاصر أو طفل أو لأي شخص إنه يتعاطى المادة المخدرة تحت العنف أو بالإجبار أو بغير إرادته. طيب نبراس، برضو واحدة من النقاط المهمة اللي نقيف عليها ونحن نتكلم عن التوعية بقضايا المخدرات وضرورة محاربة المخدرات، نتكلم قانونيا عن المواد الخاصة بالمخدرات. المواد الخاصة بالمخدرات أو أهمها المادة 15 اللي هي الإتجار، والإتجار اللي هو يعني تاجر بتاجر في أي نوع من أنواع المخدرات. هنا العقوبة القانونية بتكون السجن المؤبد، بس ممكن العقوبة تتحول للإعدام في 3 حالات. الحالة الأولى استغلال قاصر فاقد للأهلية، الحالة الثانية استغلال طفل، الحالة الأخيرة استغلال مختل عقليا أو يعاني من مشكلة عقلية. طيب في حالة الإتجار، أيا كانت الكمية تعتبر إتجار؟ يعني أيا كانت الكمية المروج لها والمباعة، من جرام لكيلو ولا في حجم محدد؟ ما في أي نسبة معينة. ما في نسبة معينة، كل يعتبر إتجار. طيب جميل، نتكلم عن المخدرات كجريمة بيحاسب عليها القانون، نتكلم عن العقوبة، العقوبة اللي بتقع على المتعاطي، العقوبة اللي بتقع على المروج وغيره. طبعا في عقوبة قانونية للحد من انتشار التعاطي أو المشاكل الخاصة المتعلقة بالمخدرات. من العقوبة حسب القانون تحت المادة 20 من قانون المخدرات، السجن مدة لا تتجاوز 2 سنين أو الغرامة أو العقوبتين معا، والغرامة ذاتها يعني بتتحدد سنويا بمنشور من رئيس القضاة حسب الحوجة. طيب برضو إحنا عندنا فوارق واختلافات ما بين المتعاطي
والتاجر والإحراز، نتكلم عن العقوبة في كل حالة المخدرات على مختلف أنواعها. طبعا الكلام ده بتحدد لنا المادة 16 من قانون المخدرات، اللي هي في حال الحيازة أو في حال التخزين أو في حال الإتجار كما ذكرت سابقا في المادة 15. هنا العقوبة بتتحول للسجن 10 سنين مع القرامة أو أحد العقوبتين، كل واحد على. جميل. طيب ننتقل لنقطة ثانية جدا، وهو السر وراء انتشار المخدرات في الفترة الأخيرة. يرجع الموضوع إلى المجتمع. يعني في المجتمع في تفاصيل مفروض الناس تركز لها، من ناحية التوعية، من ناحية رفقاء السوق. فدائما يعني المشكلة بتكون الفئة المستهدفة هي فئة المراهقين أو فئة الشباب فوق سن 20 أو تحتها بقليل. كيف؟ دائما يعني الفترات دي بنشوف إنه الشباب عندهم علاقاتهم، عندهم تفاصيل كثيرة يعني بيطلعوا ليها، زي المدارس، الجامعات، الخماسيات، يعني الأماكن اللي بتجمعوا فيها الشباب. فمن هنا ممكن يبدأ الترويج. الترويج كيف؟ يعني مثلا قاعدين 5 6 شباب فبيتكلموا مع بعض، يروج، يكون في مروج. في الأول الموضوع بيكون لذيذ، والموضوع بيكون حسب يعني أنت بترغب الكلام كيف، يعني مداخل الكلام كيف. دي طبعا وظيفة المروج، عشان كده هو أخطر، لأنه ممكن المروج يعني الجريمة تتحول ل5 6 7 أنفار، وكده ضرر للمجتمع. طيب الملاحظ أنه الفترة الأخيرة ارتفع وعي الناس، بالمقابل زاد خوفهم فيما يلي موضوع انتشار المخدرات. بنلقى السوشيال ميديا كلها سودان بلا آيس، أحمي ولدك، الآيس خطر، انتبهوا يا أسر، وغير من بقية الهاشتاغات اللي كانت منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. شنو السر اللي خلى مروجي المخدرات يكون عندهم جرأة بأنه يروجوا لعدد أكبر وبالتالي زيادة المتعاطين؟ وشنو السر وراء أنه المجتمع ذاته بدأ ينتبه للحاجة دي؟ يعني الفئة الأكبر والمشكلة يعني يمكن قبل فترة من الزمن يعني ما كان في جامعات زي اليوم، صح؟ يعني انتشار الجامعات أو غير الجامعات، يعني مناطق تجمع كثيرة، لكن فئة الجامعات أكثر الفئات يعني اللي بتحصل فيها المشكلة بتاعة تعاطي المخدرات. فأنا بشوف إنه، واحتمال كمان برضو يعني وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع بقى يعني بيتكلم مع بعضه وكده، فعشان كده بحس إنه التفاصيل دي بقت تنتشر في المجتمع بسرعة والناس تنتبه لها وتحاول إنها تتكلم عنها وتشتغل الهاشتاغات. جميل. انت شايفه منه مجتمع الجامعات هي اكثر المجتمعات الاكثر خطوره للتعرض فيما يلي لقضيه التعاطي او انتشار المخدرات ما بين المجتمعات دي؟ نعم بالتحديد، والفئه بتاعت العمر في الجامعات يعني هي الفئه الحساسه. يعني طيب قانونيا كيف بيتم النظر للمتعاطي؟ يعني لما يقبضوا شخص متعاطي مخدرات كيف بيتم التعامل معه؟ هل بيتم محاكمته؟ وانت كزولة قانونية يعني بيتم محاكمته بناء على الخلفية القادمة منها، البيئة، الحالة النفسية، الحالة الاجتماعية اللي بمر بها، ولا بيتم محاكمته بمعزل عن كل هذا؟ طبعا يحاكم، ولكن قبل المحاكمة فبتعرض لجلسات بتاعة علاج حسب الحالة والوضع اللي هو واصل له، وبتختلف دي من متعاطي إلى آخر، لكن في كل الأحوال حتم العقوبة عليه، سواء كان مرحلة العلاج هي المرحلة الأولى أو العكس. طيب استاذ براس، ننتقل برضو لجانب اخر مهم جدا، وهو جوانب النفس الانسانيه. يعني المتعاطي او مروج المخدرات، نتكلم تحديدا نركز على المتعاطي، الجوانب النفسيه والاجتماعيه فيما يلي قضيه المخدرات ككل. المساله دي من البدايه، سواء كان الترويج بتاعها او تعاطيها، الاثر بيبدا من فرد، بيشمل اسره، بعد ذلك بيت، بعد ذلك دوله كامله. اتكلم عن التداخل ده برضه، التداخل النفسي الاجتماعي، الاضطرابات النفسيه الممكن تصيب المتعاطين، والاثقال النفسيه اللي بتقع على الاسره. نعم. من عيب انه واحد من اولادهم طلع متعاطي وهم ما جايبين خبر. ففي تداخلات نفسيه اجتماعيه فيما يلي قضايا المخدرات. نعم، الموضوع مرتبط مع بعضه البعض من حيث العامل النفسي والاجتماعي والقانوني. فبنلقى إنه أول حاجة المتعاطي ده عشان هو ذاته يتعاطى لازم تكون عنده مشاكل نفسية معينة بمر بيها. أول مشكلة من المشاكل اللي بمر بيها الشخص، دائما الشخص بيكون عرضة
لين يكون ضحية للمروج أو تاجر المخدرات، عشان يبقى لنا في النهاية هو متعاطي. مشكلة اضطراب نقط الانتباه مع فرط الحركة، فبتكون عنده مشاكل نفسية أو ضعف شخصية أو عدم تقييم للذات أو أي مشكلة نفسية خاصة به، بكده بيكون هو عرضة أو عدم قبول للذات وإحساس برفض المجتمع. فالشخص ده الليلة هو لذاته ما عنده ثقة في نفسه. مثلاً اليوم لو كان في جلسة زي الحوار بتاعنا ما حيقدر يجي، ليه؟ لأنه هو عنده مشكلة نفسية وعدم قبول للذات وهكذا، تمام؟ عدم قبول المجتمع، هو بيشوف إنه المجتمع ما قابله، في حين إنه ممكن يكون المجتمع يعني ما مركز خالص معه، مش لأنه هو ما مهم، نثبت الكلام اللي عنده يعني، لا، لكن ما حسب التركيز اللي هو يعني مشكلته تجاه المجتمع. جميل. طيب كيف الأسر ممكن توعى لمسألة الخطورة الواقعة على أفراده وعلى أبناء تحديدا عشان يقدروا يحفظوهم ويحموهم من مسألة تعاطي المخدرات؟ بشوف الموضوع ده يعني أكبر دور الرقابة والتوعية. الرقابة والتوعية ناخد واحدة واحدة. نبدأ بالرقابة. الرقابة دي طبعا بتكون وظيفة الأسرة، يعني هي المجتمع أصلاً. يعني زمان درسنا إنه نواة المجتمع هي الأسرة الصغيرة اللي هي بتبدأ من زوج وزوجة وأبناء، اللي هو ممكن واحد منهم يكون متعاطي للمادة المخدرة أو ممكن أحد الأزواج أيضاً يكون متعاطي للمادة المخدرة، وهنا بيكون المشكلة والخطر أكبر، تمام؟ فالرقابة بتكون دائماً من الأم والأب. يعني مثلاً في البيت أنت عارفة إنه ولدك يا أم أصدقائه في المدرسة بيعمل شنو؟ بيطلع بيمشي وين؟ يعني دائماً حاولي صادقي أبنائك، عشان بالتحديد في السن الخطر اللي هو بيكون عرضة فيه للتعاطي أو لأي جريمة ممكن تحصل في المجتمع غير جريمة المخدرات يعني. جميل. ده دور الرقابة. خش على التوعية. أيوة، التوعية بتكون يعني الأسرة برضو بتشارك في التوعية، أو ممكن تساهم بنسبة 30%، لكن على حسب وضع الأسرة. فما كل الأسر عندها الثقافة والقدرة الكافية على إنها توعي أولادها أو تتكلم أو يكون عندها فهم كافي في الجرائم الظاهرة مؤخرا يعني. لكن أنا بشوف إنه الأسر القادرة أو المتعلمة ممكن بنسبة 60% تكون يعني تقدر توصل الفكرة للأولاد، ويفضل إنه تكون بأسلوب بتاع صداقة، يعني ما بأسلوب إنه أنا خايف على ولدي من المجتمع. أنا ممكن كمان يخلق فيه مشكلة نفسية تتطور لقدام، يكون فيها الهلع من المجتمع وغيره، وإنه هو شخص ما واثق في ذاته وكذا. لكن ممكن يشكل أكبر نسبة في التوعية نسبة 60% المدارس والجامعات. المدارس دور كبير جدا في التوعية، لأنه بالتحديد المدارس بالتحديد، لأنه هي الوزارة، بتقول وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. فدائما بتلقى إنه المدرس في المدرسة بيركز على التربية قبل التعليم، على التربية، فيعني بيقوم بيشوف السلوك بتاع الأبناء ده، وفي أي كلمة غلط مثلا اتقالت في البلاي جراوند بتاع المدرسة ممكن الليلة المعلم يوقف الطالب، انت عملت كده كيف وبتاع وحساب، تمام؟ فرسالة طابور الصباح يكون في رسالة طابور. وزارة الصحة الاتحادية عندها منظمات بتعملها، ففي مجموعة من ضباط الصحة بيمشوا المدارس في رسائل طابور بيناقشوا فيها برضو مواضيع التوعية، يعني بالتحديد بعد المشاكل اللي بقت تحصل حاليا في الفترة الأخيرة. جميل. نحن شاكرين لك جدا نبراس عبد الباقي حسين، كنت معانا في المساحة الأولى التثقيفية التي تعنى بالحديث عن المخدرات وقضايا المخدرات. كتر خيرك، نورتينا. تسلم كثير، وربنا يديك العافية، وأنا أسعد بحضوري معاكم اليوم، وبتمنى أكون كنت ضيفة خفيفة الظل، والمجتمع يكون استفاد من النقاط اللي حاولتها بقدر الإمكان أبسطها وتكون لطيفة على مسامع المجتمع. شكرا. دي كانت مساحتنا الأولى مع القانونية نبراس عبد الباقي حسين، والتي تحدثنا فيها عن قضايا المخدرات وضرورة توعية المجتمع بخطر المخدرات، وتنقلنا فيها بالحديث عن مواد القانون التي تعنى بالمخدرات والمواد التي يحاسب على أساسها المتعاطي والمحرز والمروج للمخدرات. تحيات الصحة والعافية لكم جميعا، وأمنياتنا
بالشفاء الكامل لكل الذين انزلقوا في هذا الخطر، والحفاظ والأمن والسلامة لكل الذين ما زالوا بعيدين عن هذا المكان. نتواصل برفقتكم نحن وأنتم وضلال الأصيل. أهلا بكم جميعا.